نحن نتواصل لليوم الثالث على التوالي برفقة زملائي المراسلين المنتشرين بين جنبات المعرض. أيضا حامد، العديد من الفعاليات والأحداث لليوم الثالث هنا في المعرض، العديد، ولعل أبرز هذه الفعاليات قمة الهيدروجين الأخضر والتي تأتي في دورتها الأولى في أسبوع أبو ظبي للاستدامة، والتي انطلقت قبل ساعة تقريبا. حامد، تسلط القمة الضوء على أبرز جهود وإنجازات أبو ظبي وطموحاتها أيضا في أن تكون مركزا عالميا للابتكار وللاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. كما تعتبر هذه القمة حامد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها العديد من الشركات الرائدة، خبراء في مجال الهيدروجين الأخضر، لمناقشة وتبادل الأفكار، الآراء والتجارب أيضا. وأيضا يتم في هذه القمة حامد استعراض آخر ما توصلت إليه أو آخر التطورات في مجال إنتاج ونقل وتحويل واستخدام الهيدروجين الأخضر.